أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: الشهادة لأحد التابعين بأنه ولي من أولياء الله، ألا يستلزم ذلك الشهادة له بالجنة؟ شهادة إيه؟ يقول: الشهادة لأحد التابعين بأنه ولي من أولياء الله. ما نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكننا نرجو للمحسن ونخاف على العاصي. نعم.